صباح النور، اهلا دكتور يوسف. هذه تروما. زين هنكتب سيتم حفظ البث حتى سيتم حفظ البث نسوي الهابنينج. اخبار المباراة ايش صار ويا برشلونة وبايرن؟ امور زينة، برشلونيين مرتاحين ضايجين؟ ما كملناها، لا محاضرة البارحة مال الاورجانوفوسفيت ما كملناها، بس احنا موعدنا اليوم على الهيد تروما، فنريد نبلش بالهيد تروما ونخلصها وبعدين نشوف الاورجانوفوسفيت نلقى لها. صدق؟ اربعة بايرن؟ بشقة هذا الموضوع. برشلونة راح يجون ما يحتاج تسوي بث باكر. يلا يعني شكل هالامور الله يعينهم الله يعينهم. زين انتوا ليش تتشفون بيهم؟ ايش فرحان هسه يشاورون بينا وينقطع البث وتنقطع الكهرباء، لان كهرباء هسه هم قاعد تلعب كل شوي تنقطع. اوكي اعتقد هسه التايم از يعني سوتابل حتى نبلش نحكي عن عن الهيد تروما. اوكي يعني احاول، ما اعرف راح اخلص اليوم او لا، بس احتمال احتمال ما نخلص اليوم ويصير جزء ثاني باتش. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، نحكي الاوتلاين، الاوتلاين مال الموضوع مالتنا مثل ما تعودنا. لا والله انا لا ريالي ولا برشلوني، يعني ما له علاقه بالطوبه نهائيا يعني، فلا حد يتهمني تهمه. اوكي هيد تروما، الاوتلاين مالتنا مال هيد تروما هو الشكل التالي، شويه اناتومي، لانه اذا نريد نحكي على تروما لازم نعرف الاناتومي مال المكان اللي قاعد يصير عندنا. اثنين شوية فيزيولوجي. زين الاناتومي طبعا شو راح نحكي عنه؟ السكالب نفسها، السكال زين، والبونز مالتها، والمننجيز سوري مننجيز، والبرين. اناتومي بسيط جدا جدا يعني، مو فد شيء. والفيزيولوجي راح نحكي الفيزيولوجي مال انتراكرانيال بريشر. زين شقد النورمال وشون يصير ابنورمال وشنو اللي يتحكم به، وراح نحكي الفيزيولوجي مال المونرو كيلي دوكتراين او نظرية مونرو كيلي دوكتراين، ومن ثم بالفيزيولوجي نحكي على الاوتو سيريبرال اوتو ريجوليشن regulation. هاي الاناتومي فيزيولوجي حتى نخلص منها ونفضها ان شاء الله، ايضا وقت قصير. ثم نحكي الكلاسيفيكيشن اوف هيد تروما. وي ويل كلاسيفاي هيد تروما اكوردنج تو سيفيريتي، نحكيها ان شاء الله، اكوردنج تو ميكانيزم، واكوردنج تو مورفولوجي. مورفولوجي اوكي. ومن ثم نحكي على ماكو صوت، البقيه شلون الصوت؟ صوت يعني اي ثينك لو ماكو صوت البقيه شلون قالوا، يمكن يمش اكو مشكله تاكدي الصوت يم البقيه واضح. زين classification according to severity mechanism and morphology. ثم نحكي على المانجمنت، على المانجمنت اوكي واضح جيد. مانجمنت اوف هيد تروما، هيد تروما تمام. المانجمنت راح نقسمها اكوردنج للسيفيريتي اوف انجري، يعني راح ناخذ السيفيريتي ونحكي المانجمنت اكوردنج تو سيفيريتي. اذا صار عندنا واضح الاوتلاين مال الموضوع مال اوكي مال الموضوع مال الهيد تروما. اذا عندنا اناتومي شويه، فيزيولوجي شويه، ثم نحكي على كلاسيفيكيشن، وبعدين مانجمنت. واضح؟ زين هسه ايش راح نسوي؟ بسم الله هسه راح نسوي التالي، انه نبلش شويه اناتومي. اليوم عندنا ضيف
موجود ويانا. يلا اليوم راح يعني عندنا شوي نبعد الكاميرا حتى تصير واضحة. عندنا ضيف موجود شوية من راح نشرح على الهيد تروما. زين راح نحتاج شوية هذا يكون ويانا اوكي. فخلنا نخليه على صفحة هسه ومن نبلش نحتاجه نجيبه يمنا. Our guest. زين بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء راح نحكي عن أول شيء راح نحكي الأناتومي. أناتومي أول ما راح نجيب السكالب. سكالب. السكالب مثل ما نعرف زين صايرة على حسب الحروف مالتها S والC والA والL والP. الS stands for the skin من الطبقة الفوق. ثم الC for subcutaneous. Subcutaneous tissue. زين فهاي الكوتينيوس هاي السكن. والال A أبونيوروسيس أو الجاليا أبونيوروتيكا. أبونيوروسيس أو الجاليا أبونيوروتيكا. زين والL stands for loose areolar tissue. وأخيرا ال P stands for periosteum. Periosteum تمام. اذا صار عندي السكالب هاي الطبقات مال السكالب. هاي ضروريه جدا بالهيد انجري. ما راح نحكي اكو فد سبيسيفيك تايبس اوف تروما. يعني ممكن تسوي لي سبجاليا الهيماتوما. لازم اعرف الهيماتوما وين موجوده. يعني شغلات تخص الووند مانجمنت لازم تعرف السكالب. ثم السكالب السكالب احنا جبناها حتى بس مجرد نشرح. بسم الله هي موجودة من زمان ما جبناها على الشرح بس يعني راح يكون الشرح على سكال موجودة ما طول موجودة عندنا يعني اوكي. عندي السكال بيها طبعا عدا الفاشيال بونز. عندي الكرانيوم. عندي الكرانيوم تمام. الكرانيوم هو هذا البوكس. هذا البوكس زين اللي بنصه عندي البرين. راح شوية ابعد الكاميرا على مود يصير الصورة اوضح اوكي. هذا البوكس زين اللي بيه البرين هو الكرانيوم. كرانيوم بي تو بارتس. عندنا الفولت وعندنا البيس اوف ذا سكال. عندنا الفولت وعندنا البيس اوف ذا سكال. نفتح عندنا الفولت على مود نفصلها عن هاي الفولت نفتحه. بسم الله اوكي. هاي الفولت vault of the skull تمام. وعندنا هنا ال base of the skull. وعندنا ال base of the skull. فالvault والbase هاي عندنا ال skull. أهميتها إذا نحكي على ال injury أكو injury يصير بالvault و injury يصير بالbase of the skull. كل واحد منهم أو fractures كل واحد منهم إلى خصوصية نحكيها في وقتها إن شاء الله أوكي. ال base of the skull عندنا three distinct fossae موجودة. الanterior cranial fossa هاي, الmiddle cranial fossa والposterior cranial fossa. الanterior cranial fossa بيها frontal lobe. الmiddle cranial fossa بيها temporal lobes هنا, والاجزاء مع brainstem والcerebral lamp within the posterior cranial fossa اوكي. فهذا ال skull اوكي. هذا ال skull. ثم بعد السكال نجي ان شاء الله بعدين لما نحكي التروما شغلات نحتاج بيها نتفرج بيها على يعني شوف بيشوفها من خلال السكال. نجي بسم الله نحكي على الطبقه الاخرى اللي هي المننجيز. المننجيز بسم الله هاي السكال اذا متكونه من فولت وبيس. ثم المننجيز هي ثلاث طبقات زين. الطبقه الخارجيه للديوره ماتر, والطبقة اللي جواها هي الأركنويد ماتر, والطبقة الأخيرة هي البايا ماتر. الديورا ماتر. الديورا ماتر هي thick, هي fibrous tissue. thick fibrous tissue أوكي. tough fibrous tissue.
هذا الفايبروس تشو يصير بي سبليتنج بمناطق معينه يسوي الفينوس ساينسس، يعني هذا الفايبروس تشو الديورا ماتر تنفصل في مناطق معينه الى طبقتين تسوي البرين ساينسس مثل السوبيريور ساجيتال ساينس. زين زين، اذا بالديورا طبعا هاي الديورا ماتر لازقه بالسكال، الديورا ماتر لازقه بالسكال زين من جوا من الداخل، كرانيوم لازقه بيه الديورا من جوا، تنقسم في مكانات معينه تسوي الفينوس ساينس مثل السوبيريور ساجيتال ساينس مثل اللاترال ساينس والترانسفيرس ساينس. الساينسز مال برين تكونها الديورا ماتر. زين، ثم اكو بوتنشال سبيس جواها، ثم الترانسبيرنت ووتر بروف اللي ما تسمح بعبور الووتر امبيرميبل اركنويد ماتر. زين، الاركنويد ماتر، الاركنويد ماتر جواها اكو عندي سبيس بي فلويد سي اس اف فيلد فلويد. زين، كوشنينج ذا برين والسباينال كورد. ثم تجي البايا ماتر، البايا ماتر اللي هي لاتشه بالبرين، لاتشه على البرين تشو. اوكي، البايا ماتر لاتشه على البرين تشو. هنا through this space through the arachnoid space تعبر عندنا البريدجينج فينز، تعبر عندنا البريدجينج فينز من السيرفيس اوف ذا برين اللي لاطشه على البايا ماتر الى حد ما توصل للديورا through the subarachnoid space. زين، والاركنويد ماتر الى حد ما توصل للديورال ساينسز وتصب بيها. هاي الفينز يسموها البريدجينج فينز، البريدجينج فينز اللي تيجي من السيريبرال سيرفيس، سيرفيس اوف ذا برين. تمام، زين، هاي بالنسبة للمنينجيز. ثم البرين، ثم البرين، البرين اللي متكون عندي من ال 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 السيريبروم وال ال ال البرين ستيم والسيريبيلم. والسيريبروم بي لوبس مثل ما تقول تو هيمسفيرز واللوبس، واللوبس الفرونتال لوب اللي مسؤولة عن ال عن الجادجمنتال اريا بها الموتور كورتكس، وعندنا البارايتال اللي بها السنسري كورتكس، وعندنا التمبورال لوب اللي هي مسؤوله عن الميموري. زين، وعندنا الاوكسيبيتال لوب مسؤوله عن الفيجن. البرين ستيم عندنا الميد برين والبونز والميدله، الميد برين والابر بونز بها الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم المسؤوله عن الكونشسنس، والميدله بها الفايتال سنترز اللي مسؤوله على الكارديوفاسكولار ريسبيرتوري فايتال سنترز موجوده بالميدله. السيريبيلم مسؤول عن الاكوليبريوم والبالانس. تمام، هذا شويه ريفيو سريع عن الاناتومي. احنا مو انا يعني مو اناتومست، احنا ابو الاناتومي هو المتخصص، هو يحكي تفاصيل الاناتومي، احنا بس مجرد اطلعنا على شغلات قد تفيدنا بالمستقبل من نحكي على الهيد تروما. اوكي، نجي على الفيزيولوجي اللي هي اهم هنا بالهيد تروما. فيزيولوجي، اول شيء الانتراكرانيال بريشر. زين، احنا حكينا وقلنا السكال اللي موجوده ببالنا عباره عن بوكس، عباره عن بوكس، هذا مغلف زين بال فولت. هذا البوكس بون، بون البون ما يسمح بالاكسبانشن، البون ما يسمح بالاكسبانشن، فالكونتنتس اللي موجوده بي زين within a limited space ما بي مجال الاكسبانشن، فالبريشر انسايد زين هو يعني يعني اي زياده ممكن تصير بالفوليوم انسايد يزيد البريشر. البريشر نورمالي، البريشر نورمالي هو 10 تقريبا او اقل من 10 مليمتر مركوري الانتراكرانيال بريشر. زين، لما يصعد فوق ال 22 مليمتر مركوري يسبب لي مشكله، من يصعد فوق ال 22 مليمتر مركوري تصير عندي مشكله، خصوصا اذا بقى سستيند فوق ال 22. اذا النورمال انتراكرانيال بريشر هو 10 مليمتر مركوري تقريبا، زين، او من 5 الى 15 whatever، يعني اذا تيجي تحسب رينج تقريبا 10 مليمتر مركوري. اذا يصعد الانتراكرانيال بريشر جوا فوق ال 22 مليمتر مركوري ويستمر سستيند راح يسوي لي مشكله بالبرين، راح يسوي لي مشكله بالبرين. راح نجي نحكي من يصير انتراكرانيال بريشر انكريز شنو ممكن يتاثر زين من يعني بالنسبه للبرين. اوكي، النقطة الأخرى هي المونرو كيلي دوكتراين. مونرو كيلي دوكتراين أو نظرية مونرو كيلي. نظرية مونرو كيلي تقول البريشر السبيس مال الكرانيوم هو ليميتد سبيس ما بمجال الاكسبانشن، والبريشر هو معلوم هالقد. زين، أي شيء ممكن يزيد راح يصير على حساب الكونتنتس اللي موجودة انتراكرانيوم. شنو الكونتنتس اللي موجودة انتراكرانيوم؟ عندك مينلي البرين، ها،
هذا البرين زين، وموجود عندك الفينز والارتريز يعني الفينس بلود والارتيريال بلود، وموجود عندك السي اس اف هاي الكونتنتس مال الانتراكرانيال كافيتي. اذا برين تيشو سي اس اف ارتريز اند فينز، اي ماس تصير عندي، اي ماس هنا تصير عندي مثلا هيماتوما، اي ماس مثلا هيماتوما ده نحكي عن تروما، ايش راح تسوي؟ راح تسوي displacement، تبع عليه راح تسوي displacement، تمام؟ سوي displacement المن للcontents اللي موجودة. البرين can compensate sorry الانتراكرانيال pressure can compensate through which mechanism؟ CSF يبدي شنو يطلع خارج الكرانيوم، يقلل CSF اللي موجود drained outside the intracranial cavity، وكذلك الفينس بلوت. يعني مو صارت عندي ماس هنا، بالمقابل فوليوم منا وفوليوم منا طلع outside the cranium زين to compensate، لأنه limited bony ما بمجال للإكسبانشن، فيبقى الانتراكرانيال بريشر ثابت بالبداية من أكو عندي ماس. ثم again هاي الماس من تكبر to a certain limit، طبعا هذا الفينس درينج والسي اس اف درينج outside the intracranial cavity limit، الها limit تقريبا 75 مل منا و 75 مل منا تقريبا roughly زين. هذا الليمت وين اكسيدد، وين اكسيدد ذس ليمت، بعد ماكو مجال للدرينج مال هاي الستراكشرز الفلويدز، شي يصير عندي يبدي الاكسبوننشالي زين الانتراكرانيال بريشر انكريز، انكريز يصير سدن وبروجريسيف وهاي انكريز اكسبوننشال انكريز بالانتراكرانيال بريشر، يصير دي كومبنسيتد ستيت. اذا نورمالي كونتنت عندي برين سي اس اف الارتيريال بلود وفينس بلود، تمام؟ يصير عندي ماس مثل الهيماتوما بالتروما، هاي الهيماتوما شو تسوي؟ compensated زين by drainage من CSF والفينس بلود، فيبقى الانتراكرانيال بريشر ثابت لانه الاما الفوليوم بقى ثابت، طلع منا وطلع منا بمكان هذا الفوليوم اللي زاد. لما يزيد عندي الفوليوم to a certain extent that exceed the compensatory ability أو capability مال CSF والفينس درينج، بعد ماكو مجال للدرينج، شي صار عندي؟ يبدي عندي progressive زين sudden increase بالintracranial pressure زين، يبين عندي بالجراف، هذا جراف زين، هذا الintracranial pressure هنا أنا 10 اللي هو normal، هنا أنا 60 الintracranial pressure، هنا أنا الماس أو الفوليوم زين، هذا النورمال فوليوم خلينا نقول هنا، يبدي الفوليوم يصعد يصعد يصعد، يبقى الانتراكرانيال بريشر ثابت ويا صعود الفوليوم، يصعد يصعد الفوليوم to a certain extent. لما يصير عندي الفوليوم يزيد على يصير اكثر من الاكسيد ذا كابابيلتي مال الكومبنسيشن مال الفينس والارت الفينس والسي اس اف درينج، شي يصير عندي sudden exponential rise، يوصل عندي الى مرحله 60 يعني يوصل تقريبا الى 60 مليمتر مركوري، يصير عندي الهرنييشن، يصير عندي الهرنييشن، اوكي يصير عندي الهرنييشن، وهرنييشن انواع. اللي راح نحكي الهرنييشن هو ما يعرف بالانكل هرنييشن، راح نحكي عنه هو الانكل هرنييشن. اكو سنترال هرنييشن يعني الفورامين ماجنوم زين، يصير بريشر البرين ستيم وهذا كلش خطير، ويصير لما يعني اكو الى اسباب لما اكو عندي سنترال هيماتوما وتضغط على البرين ستيم. لكن اللي راح نحكي عنه هو الموست كومون اللي نشوفه بالامرجنسي اللي يصير بسب ديورال او ابيديورال هيماتوما اللي هو الانكل هرنييشن. انكل هرنييشن يصير بسبب الانكريز بالانتراكرانيال بريشر. خلينا نرسم هذا البرين، شو رسمنا متواضع، بس هذا البرين تشو اوكي لوبز مال البرين، وهذا الكرانيوم خوش هالشي، هذا هنا ال 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 ال, 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 ال الانتراكرانيال كومبارتمنت مفصولة بفشي اسمه فالكس سيربيلي، هو عبارة عن فايبروس تيشو زين، يفصل لي الانتراكرانيال كافيتي انتو انفراتنتوريال وسوبراتنتوريال كومبارتمنت زين، اسمه فالكس سيربيلي لان اكو فالكس سيربري يفصل بين التو سيريبرال هيمسفيرز، سير فيرتيكال او ساجيتال زين، وعندي الفالكس سيربل اللي يفصل لي السيريبرام عن السيربلام وال يعني الكونتنت مال انفراتنتوريال كومبارتمنتس. الفالكس سيربل بيفد فتحه
بالنص اسمها التنتوريال هياتس، يعبر من خلالها الميد برين زين والبرين ستيم من هاي التنتوريال هياتس. طبعا الفالكس سيربيلي فايبرس تشو تف تف قوي اوكي، فهذا السوفت تشو مال البرين يعبر من خلال هذا اللي هو منه الميد برين، هنا الميد برين يعبر خلال هذا اوكي. يصير عندي هيماتوما هنا انا بلود، يصير عندي هيماتوما زين هنا أنا. صار عندي سبديورال ابيديورال انترا سيريبرال وات ايفر هيماتوما، سوت عندي فوليوم، هذا الفوليوم مش دفع لي، دفع لي الميديال بارت مال التمبورال لوب، الميديال اسبيكت مال التمبورال لوب اللي ايش اسمها، اسمها الانكس يس تنتوريوم سيربيلي، اسمها الانكس زين. الانكس راح تندفع هنا زين على منو، على ال 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 التنتوريال يعني على هنا موجود عندي الايدج مال تنتوريال هياتس، وموجود عندي ال شو يسموه الميد برين، الميد برين اوكي. منو من هنا يفوت؟ من هنا اكو عندي يسموها الكورتيكو سباينال تراكتس، راح تنضغط راح يصير بريشر عليها، اللي جاي من الكورتكس وتتجمع هاي كورونا راديتا تتجمع عندي هنا زين وتفوت زين. الانكس راح يندفع هنا يصير بريشر زين، راح يندفع على اليمن على الميد برين، وعلى هاي يدفع الميد برين ويدفع لي الستراكتشرز اللي موجوده اللي تفوت بهاي المنطقه اللي من ضمنها الكورتيكو سباينال تراكتس. كورتيكو سباينال تراكتس مسؤوله عن الموتور اكتيفيتي، تمشي عندي بالبرين ستيم وات ذا ليفل اوف ذا فورامين ماجنوم، يصير بيها ديكاسيشن تعبر للاوبوزيت سايد وتروح للبادي، فراح يصير عندي شنو نتيجه هذا البريشر على الكورتيكو سباينال تراكت، راح يصير عندي كونترالاترال كونترالاترال هيميباريسيس، كونترالاترال هيميباريسيس الجزء المقابل من البادي زين، الجزء المقابل بادي للجزء اللي بيه الهيماتوما راح يصير بي هيميباريسيس. شنو بعد يصير عندي افكتس؟ يصير عندي بريشر على الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اللي احنا اتفقنا موجوده بالميد برين والابر بونز، فشي يصير عندي decrease level of consciousness. إذن راح يصير عندي contralateral hemiparesis، هاي واحد. اثنين altered mental status to coma طبعا زين، بسبب شنو؟ بسبب pressure على reticular activating system. النقطة اللي بعدها اكو هنا nerve، اول nerve يطلع عندي من البرين ستيم هو الاوكيولو موتور نيرف اللي هو ثيرد كرانيال نيرف، يطلع عندي من البرين ستيم من الميد برين تمام، هنا انا بهاي المنطقه فيصير بريشر عليه. الاوكيولو موتور نيرف صاير هالشكل، اذا تاخذ كروس سكشن الاوتر بارت ماده هو الباراسمباثيتك فايبرز، والموتور موجوده بالكور يعني بالميدل يعني الانسايد موجود الموتور فايبرز، والباراسمباثيتك موجودة وين؟ بالبريفري. فأول ما يصير بريشر يصير ضغط على الباراسمباثاتيك فايبرز، فأول شيء شو تشوف؟ عندك loss of parasympathetic activity مال الأوكيلوموتر. وين تأثر على البيوبل؟ parasympathetic activity مال الأوكيلوموتر الفونكشن مالتها على البيوبل شو تسوي؟ تسوي constriction. normally الباراسمباثاتيك تسوي constriction، فمن راح يصير عندي loss مال الباراسمباثاتيك شو يصير بالبيوبل؟ dilatation و non-reactive to light. فيصير بالبداية عندي نتيجة الأوكيلوموتر بريشر أوكيلوموتر بالبداية يصير عندي dilated pupil not reacted to light، ثم بعد مرور الوقت والبريشر increase شي يصير عندي البريشر يزيد ويضغط أيضا على الموتور كور مال النيرف اللي موجود inside جوه زين، يضغط عندي على الموتور. الموتور مسؤول منه؟ على extraocular muscles. الextraocular muscles اللي مسؤول عنها كل الextraocular muscles عدا superior oblique واللاترال ريكتس. اللاترال ريكتس من مسؤول على الابدوسنت، والسوبيريور اوبليك مسؤول عن هالتروكليير. ما اريد ادوخكم، فراح يبقى كل المسلز يصير بيها بارالايزد، بس عندي اللي يشتغل الاوكيلوموتور سوري بس عندي يشتغل الابدوسنت والتروكليير اللي يسوون عندي الابدوسنت لاترال ريكتس، فهاي الميديال هذا خشم وهاي العين يسحب لي الاي تو ذا لاترال laterally لانه بس lateral rectus تشتغل انا post، والsuperior oblique شو تسوي؟ هي الفانكشنز مالتها شو تسوي؟ superior oblique
تدفع لي الاي، تدفع لي السوبيريور اوبليك اللي جهزها التروكلير الفانكشنز مالتها، تسحب لي الاي المفروض انفيريورلي. الاي ايش راح يصير بيها؟ مسحوبه لاترالي زين، وتكون داونورد. اي ثينك داونورد اكفتش سمثينج، اي ديد ا ميستيك هير، ارجع لها واكد لكم اياها. سوبيريور اوبليك المفروض الفانكشن مالتها تسحب لي الاي انفيريورلي، فاذا ابوز المفروض الاي تروح لاترالي ولي فوق، بس هي يعني على ما اتذكر الاي لاترالي اللي جوا، اتاكد منها اند ويل تيل يو زين بالضبط. المهم يصير عندي اذا الاوكيولوموتور يصير عندي بباراليسس زين، بالبدايه الباراسمبثيك فايبرز ثم الموتور فايبرز، الالترد منتال ستاتس او كوما نتيجه الضغط على الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، والكونترالاترال هيميباريسيس. تمام زين، هذا يصير عندي نتيجة what؟ نتيجة الـ increase intracranial pressure زين، هو ذكره هو downward و laterally، downward و laterally، بس اللي عارفه superior oblique تسحب inferiorly. ها هي تشتغل، سوري إيه مضبوط مضبوط، هي superior oblique راح تبقى تشتغل، ما يصير يعني ما يصير بها، فمن تبقى تشتغل تسحب inferiorly. yes yes okay. زين فينست ال pupil تصير عندي أو الآي ال تنسحب عندي تصير laterally وinferiorly هالشكل تصير. أوكي مضبوط، لأن superior oblique هتبقى تشتغل أنا post. I'm sorry يعني I thought إنه يصير بيها paralysis يعني راح باليج. إذن هذا نتيجة increase intracranial pressure راح يصير عندي الموضوع هالشكل. أوكي نتيجة increase intracranial pressure راح يصير عندي ال lateral أو ال ankle herniation ممكن يصير عندي. أوكي هذا عرفناه الفيزيولوجي. إذن حكينا على ال intracranial pressure، حكينا على المونرو كينلي كيلي doctrine الثيوري مالتهم، وحكينا على ال ankle herniation شلون يصير نتيجة increase intracranial pressure. بقى نحكي على ال auto regulation cerebral auto regulation cerebral auto regulation. الاوتو ريجوليشن اوف ذا برين يعني شنو هي الاوتو ريجوليشن؟ زين شنو هي الاوتو ريجوليشن؟ الاوتو ريجوليشن هي انه البلد فيزلز اللي موجوده داخل السيريبرال بلد فيزلز هي عندها القابليه الذاتيه انه تو فيزو كونستريكت اور ريلاكس، يعني فيزو كونستريكشن او ريلاكسيشن اكوردنج للتغييرات اللي حتصير عندي بالمين ارتيريال بريشر. يعني المين ارتيريال بريشر عندي متغير يصير بي تغييرات، المين ارتيريال بريشر يصير بي سوينجينج. تمام الاوتو ريجوليشن وات ايفر يصير عندي سوينجينج بالمين ارتيريال بريشر زين راح ات ويل فيزو كونستريكت اور دايليت حتى تحافظ لك على السيريبرال بيرفيوجن بريشر، وبالتالي السيريبرال بلود فلو ثابت. اوكي الاوتو ريجوليشن شنو هي؟ هي عباره عن قابليه ذاتيه للسيريبرال بلود فيزل على انه يصير بيها constriction او relaxation. شنو الهدف من عندها؟ to keep the cerebral perfusion pressure وبالتالي cerebral blood flow ثابت مهما تغير المين arterial pressure صار بي swinging. بس طبعا مو مهما زين هاي المهما الى limits. الليمت عندي هنا أنا تقريبا من 50 المين arterial pressure بين 50 هذا مين arterial pressure بين 50 الى 150 الاوتو ريجوليشن تشتغل مضبوط وتحافظ لك على السيريبرال بيرفيوجن بريشر، تحافظ لك عليه بين 50 ل 150 تحافظ لك عليه ثابت. اما ما نقص عن ال 50 ما نقص عن ال 50 زين راح السيريبرال بيرفيوجن بريشر يقل ويصير عندك اسكيميا، السيريبرال بيرفيوجن بريشر يقل عندك ويصير عندك اسكيميا. ما زاد عن ال 150 السيريبرال بيرفيوجن بريشر يزيد ويسوي لك شنو؟ يسوي لك إديمة، يسوي لك إديمة نتيجة الانكريز ويصير انجري انجيريوس بريشر ويسوي لك إديمة ومشاكل نتيجة الانكريز فوق 150. إذا ما طول المين ارتيريال بريشر زين اللي احنا حاكي سابقا، ارجع الفيديوهات السابقة شوف المين ارتيريال بريشر شلون حسبه، دايستوليك بلس ثلث البولس بريشر زين. المين ارتيريال بريشر بين 150 الى 150 يكون السيريبرال بيرفيوجن بريشر ثابت، ما نقص عن 150 يصير عندي اسكيميا، السيريبرال بيرفيوجن بريشر يقل وبالتالي يقل السيريبرال بلاد فلو.
اما بالنسبه الى زاد عن 150 سيريال بروفيشن بريشر يزيد ويسوي لك إديمة ويسوي لك انكريز بالانتراكرانيال بريشر وبالتالي السيريبرال بلود فلو يقل عندك. السيريبرال بلود فلو هم يقل نتيجه الإديمة والانكريز بالانتراكرانيال بريشر وهم يصير عندي اسكيميا ويصير عندي تشينجز. اذا اوتو ريجوليشن تشتغل within this اوكي هذا نورمالي. من يصير عندي انجري للبرين من يصير عندي انجري وخصوصا بالسيفير سيفير هيد تروما سيفير هيد تروما زين بالسيفير هيد تروما اسيوم انه هاي لا تدور عليه يعني لا تقعد تدور اسيوم افترض لانه بالسيريفرال بالسيفير يعني هيد تروما موستلي هاي الفانكشنز ويل بي ديستربد زين a lot of the brain functions ومن ضمنها الاوتو ريجوليشن اوتو ريجوليشن ويل بي ديستربد فماكو عندي بعد هاي ال 150 ال 250 لا والله السيريبرال بيرفيوجن بريشر ويل سوينج بالمين ارتيريال بريشر من يلعب فهنا أنا لازم صار عندنا بالسيفير مثل ما راح نحكي بعدين بالسيفير هيد تروما انه نحافظ على المين ارتيريال بريشر ثابت ليس بي سوينجينج نزوله او صعوده يسبب لي مشاكل زين بالتروما عاده عندنا نزول بسبب الهيموريج اللي ممكن يصير فنزول المين ارتيريال بريشر راح ينزل لك السيريبرال بيرفيوجن بريشر راح ينزل لك السيريبرال بلاد فلو ويسوي لك اسكيميا وبالتالي سكندري برين انجري فاذا حافظ على المين ارتيريال بريشر في حاله عندك اذا سيفير هذه التروما دير بالك لانه الاوتو ريجوليشن راحت مالتك بعد البرين ما يقدر يحافظ لازم انت تحافظ على السيريبرال بيرفيوجن بريشر وبالتالي السيريبرال بلاد فلو تمام هاي الاوتو ريجوليشن هاي يسموها بريشر اوتو ريجوليشن الاوتو ريجوليشن اكو عندي بريشر اوتو ريجوليشن هاي حكينا هسه اكو عندي كيميكال اوتو ريجوليشن منو هاي الكيميكال اوتو ريجوليشن اثر عليها السي او 2 والاو 2 البريشر بي سي او 2 والبي اي او 2 زين البي اي سي او 2 والبي اي او 2 ايش قد يصير عندي تاثر على السيريبرال بري كابيلاري سيريبرال بلاد فيزلز ال PACO2 من يصعد يصير عندك vasodilation زين من ينزل يصير عندك vasoconstriction وعكس ال PAO2 عكس ال PAO2 الهايبوكسيميا والهايبروكسيا عكس ال CO2 ال CO2 من يصعد يصير عندي vasodilation ال CO2 من ينزل يصير عندي vasoconstriction وانت جربها من تاخذ نفس بسرعة تقوم تسرع بالنفس مالتك يصير عندك CO2 wash يصير عندك دوخة كلش قوية من تتنفس بسرعة هاي شنو سببها السيريبرال اسكيميا نتيجة الفيزوكونستركشن اللي صارت نتيجة الهايبوكابني تمام؟ إذا هاي يسموها الأوتو ريجوليشن يسموها chemical regulation يعني خلينا نمسح مصطلح أوتو chemical regulation هاي pressure auto أو chemical regulation أو auto regulation كيفك هاي نتيجة التغيير بال PCO2 وال PO2 إذا صار عندك لازم بالبرين إنجري بالتروماتيك برين إنجري زين TBI تروماتيك برين إنجري لازم دير بالك على البلود بريشر زين to prevent secondary brain injury ودير بالك على what على التنشن مال PCO2 وال PO2 زين التنشن مال PACO2 through controlling ventilation وال PAO2 through giving oxygen على مود تحافظ على ال cerebral perfusion pressure. إذا blood pressure دير بالك عليه hypovolemia hypotension تعالجها وال hyper أو hypocapnia تتعالج والhypoxemia لازم تتعالج to prevent secondary brain injury لأنه ال primary aim عندنا انتبه عليه اكتبه بالأحمر لأن هاي كلش مهمة ال primary aim أو الهدف الأساسي مال treatment مال traumatic brain injury is to prevent secondary brain injury الهدف الأساسي بالمانجمنت مال traumatic brain الانيشال مانجمنت اللي بالإمرجنسي الانيشال مانجمنت مالتنا مال traumatic brain injury اللي بالإمرجنسي الهدف الأساسي مالته إنه to prevent secondary brain injury تمام؟ شلون أحافظ عليه و prevent secondary brain injury through keeping the homeostasis تحافظ على النورماليتي
حافظ على البلد بريشر والهافل ايوفوليميا وحافظ على البي سي او 2 والبي او 2 وذ النورمال. البي سي او 2 حافظ النورمال ايش جيت 35 تو 45 مليمتر ميركوري، هاي مناسي احنا النورمال 35 تو 45 هاي تقريبا حافظ عليها 100 مليمتر ميركوري. زين البلد بريشر السيستوليك بلد بريشر حافظ عليه above 100 مليمتر ميركوري، أو المين مارتيريال بريشر فوق 65 to 70 مليمتر ميركوري. المهم هاي الباراميترز تحافظ عليها to in order to what، على مود تحافظ على السيريبرال بيرفيوجن بريشر وبالتالي السيريبرال بلد فلو، على مود ليصير عندي اسكيميا، على مود ليصير عندي سكندري برين انجري. خوش حكي سكندري برين انجري تجي نتيجة الهايبوفوليميا والاسكيميا ونتيجة تجي نتيجة التمبوراري أبنية اللي تصير نتيجة الانجري، ممكن برين انجري، فلازم احافظ على الفنتيليشن والاكسجينيشن. صارت عندي واضحة. هذا الحكي كله كان اناتومي وفيزيولوجي. ريفيو سريع للاناتومي والفيزيولوجي. حكينا الاناتومي اوف ذا سكالب، حكينا اللايرز مالتها، حكينا السكال وقلنا من السكال مكونه من الفولت والبيس، حكينا الكرانيوم يعني سكال مكونه من الكرانيوم والفاشيال بونز. الكرانيوم مكون من الفولت والبيس حتى اكون يعني دقيق. حكينا عن الـ عن المننجيز ديورا والاركنويد والبايوماتر، وحكينا على البرين زين والستركتشرز مال البرين. الفنتريكولر سيستم ما حكينا عليها، الفنتريكلز والاكويدكتس وال يعني تفاصيل يعني ما اريد ادخل بيها لانه راح نطول. زين هذا الاناتومي خلينا نعوفه يعني وي سكيب ذات. الفيزيولوجي حكينا على بالفيزيولوجي على ال intracranial pressure زين و شنو سببه وش قد النورمال، وحكينا على المونرو كيلي دوكتراين نظرية مونرو كيلي انه السبيس او الفوليوم ثابت زين، فممكن يصير compensation الى حد ما اذا صارت عندي ماس، الكومبنسيشن ممكن يصير بي ليميت ويصير دي كومبنسيشن يقوم يزيد الانتراكرانيال بريشر اكسبوننشالي الى ان توصل هرنيشن. حكينا على الانكل هرنيشن، ثم حكينا على ال سيريبرال اوتو ريجوليشن، حكينا على البريشر والكيميكال ريجوليشن. اوكي هذا سهل. نجي نحكي على الكلاسيفيكيشن اوف هيد انجري. كلاسيفيكيشن هذا هسه نبدي شغله مهمه، هسه شغله نبدي كلينيكال نبدي نشتغل زين، شو راح نشوف بيشنت شو راح نسوي. كلاسيفيكيشن كلاسيفيكيشن اوف هيد تروما زين اكوردنج تو سيفيريتي اكوردنج تو مورفولوجي واكوردنج تو ميكانيزم اوف انجري. نبدي بالسيفيريتي. اكوردنج تو سيفيريتي ال تروماتيك برين انجري، هاي تروماتيك برين انجري تي بي اي، تروماتيك برين انجري راح نقسمها الى ماينر moderate و severe. minor moderate severe according to what high severity according لمقياس الconsciousness اللي احنا نستخدمه regular يعني standardly اللي هو الجلاسكو كوما سكيل. جلاسكو كوما سكيل يعني وما يحتاج احكي تفاصيل جلاسكو كوما سكيل، كلكم تعرفوه بالاي اوبننج وبالبست موتور وبالاي اوبننج البست موتور والفيربال ريسبونس. الاي اوبننج اذا سبونتينيوس 4، اذا تو فيربال او تو سبيتش 3، اذا تو بين 2، اذا نون ما يفتح عينه 1، اذا اكو فد تروما وما تقدر تفحص نون تيستابل. نون تيستابل اوكي اتمنى الوطنيه جتي بس ما اعتقد يعني. نفتح الضوء ونرجع نكمل. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. سوري وين وصلنا؟ هذا نثبته. اوكي ال جلاسكو كوما سكيل قلنا الاي اوبننج البيست موتور ريسبونس او بيكم ماس تنطي 6، لوكالايز بين تنطي 5، اذا فليكشن تو بين تنطي 4، اب نورمال فليكشن اللي هو دي كورتيكيت تنطي 3، دي سيربريت او فليكش اكستنشن تنطي 2، و1 للفلاسيد، ونون تيستابل اذا ما تقدر تفحص
نتيجة amputation، نتيجة fracture موجود، وما يعني هاي يسموها non-testable anti. والverbal response إذا كان conscious تنطي 5، إذا كان confused تنطي 4، إذا كان producing words بس incomprehensible يعني sorry ما تقدر يعني words ما مترابطة زين تنطي 3، إذا sounds تنطي 2، وإذا non ما دا يحكي تنطي 1. و non-testable for example ذاكو in the tracheal tube تنطي انتي، تكتب انتي. اذا هذا جلاس كومسكار ريفيو سريع، وكلكم تعرفون بدون طلعوا بالكتب، ما اريد اطول بي زايد ولا اقدر احكي تفاصيل بعد اكثر. زين الماينر الجلاسكو كوما سكيل طبعا هو 15 من 3 الى 15، هذا الرينج مات. هنا الماينر زين اللي هو من 13 و14 و15، هذا الماينر يعني من 13 الى 15. المودريت من 9 الى 12، من 9 إلى 12، 9، 10، 11، 12. السيفير 8 وجوه. السيفير 8 وجوه. جلاسكو كوما سكيل. إذا هذا شنو؟ هذا السيفيريتي، أكوردينج تو سيفيريتي خسرناه. المانجمنت راح نعتمد على هاي. بالمانجمنت راح نعتمد على كلاسيفيكيشن. كلاسيفيكيشن أكوردينج تو ميكانيزم. أكوردينج تو ميكانيزم نقسمها إلى بنتريتينج وبلونت. بنتريتينج وبلونت. وإن شاء الله راح نحكي على البنتريتينج انجري، لها خصوصيه زين شلون التعامل وياها، لها خصوصيه البنتريتينج انجري. وثم الكلاسيفيكيشن الاخير راح نحكي له ورقه خاصه واحده لانه شويه يعني كلاسيفيكيشن اكوردنج تو مورفولوجي. اللهم صل على محمد وعلى محمد، جت الكهرباء، نرجع نفتح الضوء. زين كلاسيفيكيشن اكوردنج تو مورفولوجي الى شنو؟ سكال fracture و intracranial lesion. intracranial pathology و intracranial lesion. skull fracture راح نقسمه الى vault و base. vault و base. الvault يتقسم الى linear يعني خطي versus stellate نجمي او متشعب، خط هالشكل فراكتشر او متشعب زين ستيليت، و اوبن فيرسس كلوزد اذا كان السكن اوبن فيرسس فراكتشر والسكن كلوزد، او ديبرست فيرسس نون ديبرست. نون ديبرست ديبرست فراكتشر زين فيرسس نون ديبرست يعني اكو عندي بليت ونازله زين عن السكال بون ليفل. والبيس، البيس راح نقسمه الى with CSF leak versus no CSF leak. اكو CSF leak or not، هاي كلها تأثر بالمانجمنت. يعني شغلات اكو لها تأثير بالمانجمنت بعدين راح نحكي تفاصيلها. يعني it's just يعني هذا مو بس just classification ايش اعتباطا اجا، بعدين راح نشوف بالمانجمنت شلون تفرق هاي الامور. والبيس فراكتشر زين presence of cranial nerve injury أو deficit versus no cranial nerve mainly منو facial nerve وال vestibulocochlear nerve يعني 7 و8. Then the nerves many photon. أكو فورامين هنا موجودة. يعني أبو الأناتومي يعرف فورامين هنا بالبترس بون. يفوت من خلالها ال facial nerve والoculomotor nerve. Sorry ال vestibular cochlear nerve. يعني ال 7th وال 8th cranial nerve. يفوتون through this foramen. لما يصير عندي fracture بالبترس، تشوفون هذا البون اللي صاير هيك مكعبر، هذا يسموه البترس بون. زين الفورامن اعتقد اسمها الستايلو هايويد او whatever، ما اعرف انت هالانر، اعتقد الانر whatever its name يعني مو مهم هسه. المهم يفوت من خلال هالcranial nerves السابع والثامن، فممكن يصير عندي من فراكتشر ميدل كرانيال فوسه الكرانيال نيرفز ذني السابع والثامن، ممكن يصير involved ويصير عندي paralysis بالcranial نيرفز. السبعة يصير عندي
باراليسس اوبن يعني السكن بريتش بالسكن، اوبن يعني بريتش بالسكن، كلوز يعني السكن انتاكت. هذا الاوبن فيرسس كلوز. البيس اوف ذا سكال بعيد عن السكن، فايتس نوت كونسيدرد ان اوبن فراكتشر. زين اذا قلنا ذني النيرفز ممكن فاشيال نيرفز باراليسس اوف ذا فيس، يعني جزء من الفيس نصف الفيس، والفيستيبولو كوكيولر نيرف يصير عندي هيرنج لوس. هيرنج لوس اذا هذا كلاسيفيكيشن مال السكال فراكتشر. الانتراكرانيال ليجن كلاسيفيكيشنز مالتها، انتراكرانيال ليجن نقسمها الى ليجن نقسمها الى فوكال وديفيوز، فوكال وديفيوز. الفوكال تتقسم الى وات؟ الى ال 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 صب الابيديورال، ابيديورال هيماتوما وصب ديورال هيماتوما حنجي نحكي عنها، والانترا كرانيال هيماتوما او انترا سيريبرال هيماتوما، انترا سيريبرال هيماتوما او كونتيوشن. الديفيوز، الديفيوز راح نقسمها الى كون كاجن او الارتجاج نحكي عنه ان شاء الله، وال ال ال مالتيبل مالتيبل كونتيوجنز والديفيوز اكزونال انجري واسكيميك هايبوكسيك انجري. زين اسكيميك هايبوكسيك انجري انترنال اكوستيك ميتاس، عاشت ايدك، عاشت ايدك، through which يفوت ال 7th وال 8th cranial nerve من هنا يفوت through this foramina، عاشت ايدك. اذا صار عندي diffuse concussion multiple contusion diffuse axonal injury و ischemic hypoxic injury او insult. نجي نحكي على واحدة واحدة. الابيديورال هيماتوما، الابيديورال هيماتوما عادة تصير نتيجة arterial rupture arterial injury ال meningeal arteries. المينينجيال arteries وين صايرة؟ المينينجيال arteries صايرة عادة بين ال skull bone وبين الديورة. الديورة شو تسوي؟ الديورة، الديورة ما ترى تبطن ال skull، تبطن ال skull. تمام؟ أكو ال middle meningeal artery فوت بهاي المنطقة، زين بهاي المنطقة هنا بين السكال، زين وبين الديوره يعني فوق الديوره وجوا السكال هنا. الميدل مينينجال ارتري هو اكثر ارتري عرضه للانجري نتيجه تروما الهاي الاريا، زين هاي يعني تعتبر من الاريا اللي هي ثينر بالنسبه للسكال، فثين اريا مقارنه بالبقيه فممكن يصير بها انجري. يصير عندي تير للميدل مينينجال ارتري، يصير عندي تير، فشي يصير عندي هنا رابتشر ميدل مينجر، فيصير عندي بليدنج. يصير عندي بليدنج يتجمع البلاد هنا. طبعا شنو ال 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 السب ديورال سوري الديورا اتاتش تو ذا السوتشرز تايتلي، فلما يصير عندي بليدنج هنا راح يصير كونفايند للمكان اللي جوه الديورا الى حد ما يوصل للسوتشر. السوتشر هنا الديورا كلش لاطشه بيه تايتلي، زين فما يعبر السوتشر لاينز، فيصير كونفايند يتجمع يصير بايكونفكس لنتيكولر، بايكونفكس لنتيكولر من نشوفه بالسي تي هالشكل يبين عندي. يعني اذا هذا الكرانيوم هالشكل موجود، هالشكل يبين عندي بايكونفكس او لنتيكولر، لنتيكولر مثل اللنس، زين مثل العدسايه كونفايند بالسوتشر لاين، ما يعبر السوتشر لاينز. تمام هذا الابيديورال هيماتوما سببه عادة artery arterial rupture اللي هي meningeal arteries mostly commonly involved هو middle meningeal artery، شفنا المكان اللي موجود به. زين بس مو شرط يكون arterial bleeding، ممكن ال venous sinuses إذا تذكروها إذا صار بيها rupture. بالضبط excellent. زين إذا صار بيها rupture يصير عندي ايضا epidural، وممكن ال bone fracture نفسه، ال bone fracture زين يصير bleeding ويصير epidural hematoma.
زين اذا ممكن ذني كلهن نسوي الابيديورال هيماتوما. الابيديورال هيماتوما زين تسوي بريشر وعاده كلينيكلي زين مشهوره باللوسيد انترفال. ورا فتره يلا البيشنت من يوصل لامرجنسي ورا فتره يصير عنده رابيد ديتيريشن لوس اوف كونشسنس. ليش؟ بالبدايه يصير بليدنج الى ان يبدي يتجمع كميه كبيره من البلاد ويسوي الانكل هرنيشن لا تتذكروا، ويصير بريشر على الميد برين زين. التنتوريوم يضغط الانكس على التنتوريوم، تنتوريوم يضغط على الميد برين بالريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، فيصير ديكريز بالليفل اوف كونشسنس. فالبيشنت كان بالبدايه واعي، بعدين يصير عنده رابيد decrease or loss of consciousness or lucid interval. هذا يصير عادة بالإبيديورال هيماتوما. زين نيجي على السبديورال. سبديورال يصير عندي نتيجة عادة bleeding. وين يصير؟ بالسبديورال space. سبديورال space اللي هي بين الديورا ماتر اللي هو potential space وبين الأركنويد ماتر. شنو سبب البليدينج؟ عندي هذا السيريبرام، خلنا نفرض اكو عندي بلود فيزلز تطلع من السيرفيس مال السيريبرام وتروح وين؟ تخترق الاركنويد ماتر ثرو ذا سب اركنويد سبيس، تخترق والسبديورال سبيس تروح للديورال ساينسس، تصب بالديورال ساينسس، يسموها بريدجينج فينز. تمام. اي طبعا انا كبرت السبيسز على مود يصير الفينز واضحه، بس السبيس هي كلش اصغر من هيك. هاي يسموها البريدجينج فينز، تروح تصب بالساينسس. تمام. الساينسس اوف ذا برين. هاي البريدجينج فينز يصير بيها رابتشر، فيصير عندي وات، يصير عندي بليدنج بالسب اركنويد بالسب ديورال سبيس. سب ديورال سبيس يصير عندي سب ديورال هيماتوما. سب ديورال هيماتوما طبعا موستلي الانفولفد هم الالدرلي. ليش الالدرلي mostly involved؟ لأن بسبب الايجينج يصير عندي اتروفي بالبرين. زين من يصير اتروفي شي يصير؟ البرين حجمه يصغر بمقابل السكال نفس الحجم، يصير ستريتشينج، هذا يصغر الحجم، هاي يصير ستريتشت تنسحب، فيصير ايزير واي تروما ممكن يصير عندي رابتشر بيها ويصير عندي سبديورال هيماتوما. فنشوفها اكثر بالالدرلي بينما الابيديورال نشوفها باليانج. بالمناسبة الابيديورال الانسيدنس مالتها وال يعني بالامرجنسي او يعني البريفالنس مالتها والانسيدنس بالامرجنسي اقل من السبديورال. سبديورال اكثر نشوفها بالامرجنسي، هاي رير نسبيا الابيديورال. المهم سبديورال يصير عندي بليدنج وين؟ بالسب اركنويد سبيس. هنا ايش راح يصير عندي؟ البليدنج بالسب اركنويد سبيس ماكو سوتشر لاين يحده، فراح ياخذ لي وات، راح ياخذ لي شكل السيرفيس اوف ذا برين. زين راح يحيط بالسيرفيس اوف ذا برين، فيصير شكله كريسنت شادو. من اشوفه بالسي تي يصير كريسنت، راح يحيط بالبرين ويعبر السوتشر لاين، يعبر ما له علاقه بالسوتشر لاينز. زين فيصير كريسنت شادو، هذا السبديورال هيماتوما. زين اوكي. سبديورال هيماتوما ممكن يكون اكيوت، ممكن يكون سب اكيوت، ممكن يكون كرونيك على حسب المدة اللي تجمع بيه البلد والكلوت. زين وكل مدة يبين بالسيتي بشكل مختلف. زين طبعا السبديورال هيماتوما هي موست اكثر يعني كمون اكثر من الابيديورال، وممكن يصير بيها اسوشيتد انترا بارانكايمال انجري اكثر بهواية من الابيديورال، اكثر بهواية من الابيديورال اسوشيشن وذ parenchymal injury، لأن هي deeper، الانجري deeper. زين اوكي. ممكن ايضا تسوي لك انكل هرنيشن، تسوي بريشر وتسوي لك انكل هرنيشن وميدلاين شيفت. زين هذا السبديورال. انتراسيريبرال هيماتوما، انتراسيريبرال هيماتوما يصير عندي او كونتيوجن يصير عندي خصوصا بالفرونتال لوب، بس ممكن any part نتيجة الكوب والكاونتر كوب ميكانيزم ديسيلريشن انجري. ما لحش تفاصيل مال ميكانيزم اوف انجري نضيع بيها وقت، بس ممكن يصير بالفرونتال هيموريج. زين او كونتيوجن، الكونتيوجنز ممكن يتجمع هاي نجح تشارج بالمالتيبل كونتيوجن. المهم انترا سيريبرال كونتيوجن موستلي بالفرونتال لوب ممكن يشوفها، بس ممكن يشوفها باني بارت اوف ذا سيريبرال. زين ممكن كونتيوشن، ممكن هيماتوما، ممكن انترا سيريبرال هيماتوما.
هذا الانت هذا الفوكال ليجن. نجي على الديفيوز. الديفيوز الكونكشن. الكونكشن شنو تعريف؟ كونكشن هو الارتجاج. هو شنو الموضوع؟ يعني بيشنت صار عنده نيورولوجيكال ديفيسيت. بدأوا الاودينس يقلون، ما اعرف صعب ايش صارت هسه اوكي يعني موصلي. راح نخلص هذا البارت، خلص هذا البارت ونوقف الجزء الثاني يكون باكر. ال شنو بدنا نحكي على الكونكشن. الكونكشن يصير عندك نيورولوجيكال ديفيسيت، نيورولوجيكال ديفيسيت بيشنت يصير عنده زين، ويكون عاده تمبوراري، فشي مؤقت. مثل ايش؟ loss of consciousness، loss of memory، amnesia زين، و ورا فترة يعني temporary وترجع. من تسوي imaging، من تسوي imaging للبرين image CT ما تشوف شيء، تشوفه normal. فاحتاروا هنا العلماء، هاي طبعا من عندي يعني، شي سموه ارتجاج حتى يخلصون من هالموضوع. concussion يابا هذا ارتجاج بالدماغ زين، لانه عندك neurological deficit صارت، بس الimaging didn't see، يعني you didn't see بالimaging study بالبرين CT any abnormality. فقالوا شو نسميها؟ يا بس مو ارتجاج، فسموها brain concussion. brain concussion اوكي. نجي على الانجري الثاني اللي هو المالتيبل كونتيوجن. المالتيبل كونتيوجن عده مكانات بالسيريبرام يصير بيها كونتيوجن. شنو المشكله؟ يعني هاي الكونتيوجنز ممكن تتجمع زين، ممكن تتجمع وتسوي big one big contusion او هيماتوما، ممكن يسوي لي ضغط وانكريز بالانتراكرانيال بريشر. فبالبدايه من تشوف مالتيبل كونتيوجن بالسي تي، عيد السي تي ورا 24 ساعه، لانه ليش؟ ممكن هاي الانتراكرانيال زين الليجن اللي هو مالتيبل كونتيوجن ممكن تتجمع وتسوي لك هيماتوما وتبين بعدين ورا 24 ساعه. فاذا اي واحد عنده مالتيبل كونتيوجنز او كونتيوجن بالبدايه بالسي تي اب نورمال تعيدها ورا 24 ساعه تقريبا على مود تشوف الديفلوبمنت والبروجريشن مالته. ديفيوز اكزنال انجري. ديفيوز اكزنال انجري شنو الميكانيزم مالته وشون يبين عندي بالسي تي؟ ديفيوز اكزنال انجري يصير نتيجه الديسيلريشن انجري. ديسيلريشن انجري عندك البرين السيريبروم، عندك جراي ماتر وعندك وايت ماتر. خلي ارسمها هيك للسهوله. الجراي ماتر اللي برا اللي هي السيل بوديز، والوايت ماتر اللي جوا اللي هي الاكسونز زين، وبيناتهم اكو اللاينز زين، هاي السلساي والجايراي زين، سوري سلساي والجايراي من برا بس هاي بين عندي الفولز زين. هذا المنطقه الحد الفاصل لاين يفصل بين الجراي والوايت ماتر، عاده يبين عندك اللاين، يبين عندك الفاصل بين الحد الفاصل بين الجراي والوايت ماتر، يو كان ديستينجويش زين. Sometimes يصير عندك deceleration injury، يعني يصير عندك البادي قاعد يمشي كل هذا البرين زين، ومنضم داخل البادي قاعد تمشي بسرعة بالسيارة، ويصير عندك collision. الهيد راح ينضرب زين، فشي يصير عندك sudden deceleration. الوايت ماتر حركتها مو مثل الجراي ماتر، الوايت ماتر تتحرك بسرعة والجراي ماتر تتحرك بسرعة أخرى، فشي يصير عندك shearing force. shearing force زين، وين يبين؟ يبين عندك punctate hemorrhage زين. punctate hemorrhage بالمنطقة اللي هي تفصل اللاين اللي يفصل الجراي عن الوايت ماتر. وعادة البيشنت نتيجة هاي الانجري يصير عنده disturbed level of consciousness. شوف البيشنت كوماتوز أو disturb level of consciousness. متبع الـ CT تلقى punctate hemorrhage. هذا diffuse axonal injury. وأخيراً من أسوأ أنواع الـ injuries هو الـ ischemic hypoxic insults اللي هو secondary، اللي هو secondary injury. ممكن يسوي لك brain edema diffuse injury زين، نتيجة الـ ischemia والـ hypoxia. الـ hypoxia ليش تصير؟ الـ severe head injury ممكن يصير عنده bouts of apnea، لانه اللي مسؤول عن الريسبيريشن هو البرين. البرين ممكن الفانكشن مالته ديستربد، فيصير عنده ابنيا. ابنيا شو تسوي؟ ممكن باوس اوف ابنيا، فترات من الابنيا، تسوي هايبوكسيميا زين، وتسوي هايبركابنيا، تسوي لي انجري. الاسكيميا نتيجه الهايبوفوليميا، اذا اسوشيتد انجري واكو بليدنج يصير عندي اسكيميا، يصير هايبوفوليميا، فيصير عندي اسكيميا ويصير عندي سكندري انجري. هاي بريفنتبل انجري ممكن امنعها، بس اذا صارت تصير ديفاستيتنج
وتأثر لي على البرين بصورة عامة ديفيوز انجري. فما مقبول انه انت توصل لهالمرحلة. حاول انه يعني to treat البيشنت وتحافظ على الهيموستاسيس والاي بي سي مانجمنت ريسستيشن على مود تو بريفنت ذس انجري. انجري خطيرة وتأذي ديفيوز برين انجري. هذا كان الكلاسيفيكيشن مال التروماتيك برين انجري. اسوي له سمري سريع زين حتى وراها نختم والجزء الثاني نكمله باكر اللي هو المانجمنت اوف تروماتيك برين انجري. الكلاسيفيكيشن شلون سوينا؟ اكوردنج تو سيفيريتي الى ماينر مودريت وسيفير اكوردنج لاسك كوما سكيل. اوكي ما اريد اعيد. According to mechanism of injury, penetrating و blunt. قلنا penetrating الخصوصية نحشيها في وقت. و according لي ال morphology قسمناها إلى skull fracture و intracranial pathology أو lesion. ال skull fracture قسمناها vault to base. ال vault linear versus stellate قسمناها إلى open versus closed و depressed versus non-depressed. وال base of skull fracture قسمناها إلى CSF or without CSF leak, with or without cranial nerve injury mainly in the 7th وال 8th cranial nerve. Intracranial قسمناها إلى diffuse و focal. ال diffuse قسمناها ال focal قسمناها إلى epidural, subdural و intracerebral. وال sorry هاي كانت focal. وال diffuse قسمناها إلى concussion وإلى الـ multiple contusions, diffuse axonal injury و ischemic hypoxic insults. Thank you very much. تصبحون على خير باكر بإذن الله بنفس الموعد نكمل الجزء الثاني من الهيد تروما.